السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم. قبل البداية الف مليون مبروك الانتصارات الكبيرة الذي حققه ابطالنا في القوات الامنية في الموصل على تنظيم داعش الارهابي. سقطت دولة الخرافة وسقط معها من هم ضد العراق. رحم الله شهدائنا والهمنا وذويهم الصبر والسلوان. اكد وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان لبرنامج استوديو الجماهير ان 18 من شهر اب المقبل موعدا لاقامة مباراة اساطير العالم ضد نجوم العراق سابقا من جيل 2007 بقيادة المدرب البرازيلي فييرا على ملعب جذع النخلة في البصرة. المباراة ستشهد تواجد اساطير من الدرجة الاولى حسب ما جاء في تصريح الوزير. وفي اخبار المحترفين، وقع رسميا لاعب منتخبنا الوطني العراقي على مهاوي مع نادي الباطن السعودي لتمثيل الفريق. وقال مهاوي في تصريح لجريدة الملاعب: تم الاتفاق مع ادارة نادي الباطن السعودي بشكل مبدئي، وبعد الجلوس مع ادارة نادي الزوراء والحصول على الموافقات الرسمية وقعت رسميا مع الفريق السعودي، سيما بعد التوصل الى اتفاق على الامور المادية والادارية والمرتبطة بالعقد الذي سيمتد الى موسم واحد قابل للتجديد. وأن ترجيح كفة الباطن على غيره من العروض التي وردتني مؤخرا جاء عطفا على قوة الدوري السعودي وحجم الاهتمام الإعلامي الذي يتلقاه. وقع رسميا مدافع منتخبنا الوطني العراقي رايبين سولاقة مع نادي المرخية القطري الصاعد حديثا لدور النجوم لتمثيله الموسم المقبل قادما من نادي الفيروم النرويجي الذي ينافس في دور الدرجة الأولى النرويجي. سولاقة وقع للفريق الصاعد لدور النجوم قطر بعقد يمتد لمدة موسمين بدون الكشف عن التفاصيل المادية للعقد. قال رايبين في تصريحات لوكالات محلية: انتقالي للمرخية جاء بسبب رغبتي بالتأقلم على الأجواء الآسيوية أكثر. الدور القطري دور جيد ويضم لاعبين عالميين كبار، واللعب أمامهم سيكسبني خبرة أكبر لخدمة المنتخب الوطني العراقي بكل تأكيد، وسأبذل قصارى جهدي ليثبت استحقاقي باللعب أساسيا مع المنتخب الوطني. وفي اخبار الدوري العراقي والاستمرار التخبط والفشل في تسيير الدوري، اعلن عضو الاتحاد كرة القدم ورئيس لجنة المسابقات في الدوري علي جبار في تصريحات لقناة محلية ان الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل سيكون بنظام المجموعات، حيث سيكون من 24 فريق تقسم على مجموعتين. ونختم النشرة مع اخر استعدادات ملعب ميسان الاولمبي قبل قص شريط الافتتاح. ويعد ملعب بميسان واحد من المشاريع الكبيرة التي ستفتتح في 2017 إلى جانب ملاعب أخرى مثل ملعب الزوراء والنجف والكفل، والذي ستشكل إضافة مهمة للرياضة العراقية.